وللحديث أكثر عن هذه المناظرة مسرورون جدا بأن ينضم إلينا السيد عبد الرحيم العلام رئيس اتحاد كتاب المغرب وهو كاتب وناقد. أهلا بك سيدي نورتنا. مرحبا أستاذ الجوهرة. لنتحدث أولا عن أهم ما خلصت له هذه المناظرة. بالفعل كما تتبع الرأي العام ببلادنا عاشت بلادنا لحظة تاريخية فارقة بتنظيم اتحاد كتاب المغرب للمناظرة الوطنية حول الثقافة المغربية وهي الثالثة من نوعها عفوا في تاريخ الثقافة المغربية، بما عرفت هذه المناظرة من أجواء جد مهمة ومتميزة ومؤثرة، حيث عرفت هذه المناظرة مشاركة واسعة ومتميزة لعديد المفكرين والباحثين والمهتمين والمتدخلين والخبراء من داخل المغرب وخارجه، فضلا عن تمثيلية مشرفة لعديد المؤسسات والقطاعات الحكومية والهيئات والمراكز والجمعيات الثقافية والإعلامية والحقوقية. إذن عشنا على مدى يومين أجواء ثقافية متميزة طبعت أيضا بالحضور اللافت لبعض ضيوف الاتحاد من جغرافيات مختلفة من المغرب العربي والعالم العربي وأوروبا، فضلا عن تكريم الاتحاد لبعض رموز ووجوه السياسة والثقافة ببلادنا وفي العالم العربي. من أهم الخلاصات اللافتة التي تمخضت عن أشغال هذه المناظرة هو أن أجواء المناظرة تمت في إطار 13 ورشة، وهو رقم مهم مقارنة بعدد الورشات وعدد اللجان التي دارت فيها أجواء المناظرتين السابقتين، مناظرة تيرودانت عام 1986 ومناظرة فاس عام 1992. يعني أن الزمن هنا لعب لعبته في إقدام اتحاد كتاب المغرب على هذه المبادرة الثقافية الوطنية بعد مرور أزيد من 20 سنة على المناظرة الثانية، ليلتئم المغرب الثقافي على مدى يومين في إطار أجواء ثقافية متميزة تمخضت عنها مجموعة من التوصيات والنتائج الكبيرة أيضا المتميزة. ما توصلتم إليه سيد عبد الرحيم؟ أهم ما توصلنا إليه وبعجالة هو نداءات الاتحاد كتاب المغرب على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للثقافة المغربية في مكوناتها وفي تعبيراتها المختلفة، وعلى ضرورة إسناد المشروع الثقافي المغربي بما يلزم من دعم واهتمام وعناية، وعلى ضرورة أيضا تمكين المجتمع المدني والثقافي على وجه الخصوص من الوسائل الكفيلة بإنجاز برامجه وتحقيق برامجه أيضا. ثم أولينا موضوع الدبلوماسية الثقافية أهمية خاصة، حيث تمخضت بعض التوصيات المتعلقة بهذا الموضوع بضرورة النهوض بالدبلوماسية الثقافية وبضرورة التعجيل أيضا بتنزيل جميع المقتضيات الدستور الجديد للمملكة، وخاصة تلك المتعلقة بموضوع الهوية والتعدد اللغوي والثقافي والشباب والمرأة والمناصفة إلى غير ذلك من الأسئلة الحارقة والكفيلة أيضا والكفيلة أيضا بالنهوض بالمشروع الثقافي والتنموي المغربي، حيث إن المشروع الوطني لا يمكن أن يستقيم بدون إسناده وبدون دعمه بالمشروع الثقافي والتنموي بشكل عام. طيب، مشروع تنموي وثقافي، بالمقابل كذلك تتحدثون عن هذا المشروع المغاربي. نعلم أن حال السياسيين ليس على ما يرام دائما، ولكن الكتاب المغاربة على علاقات طيبة. ما الذي يسهم في ربما إنعاش هذه الهوية المغاربية؟ بالفعل من أهم المحطات واللحظات التاريخية أيضا التي شهدتها فعالية هذه المناظرة هو إقدام اتحاد كتاب المغرب على
إحياء اتحاد كتاب المغربيين بعد مرور أزيد من 50 سنة على حلم الرواد، حيث كان ذلك في بداية ستينيات القرن الماضي، حيث التأم تلة من المفكرين والأدباء المغاربيين بالمغرب للتفكير في تأسيس رابطة اتحاد كتاب المغرب العربي. بعد مرور أزيد من نصف قرن فكرنا في اتحادات الكتاب المغاربية في إحياء هذه الوثيقة وفي إحياء هذا الإطار الثقافي المغربي لما سيلعبه من أدوار طلائعية في مواصلة تحقيق المسلسل التنموي ببلادنا وبالبلدان المغربية على وجه خاص. مرت سنوات طويلة قبل أن تعقد هذه المناظرة، نخشى أن تكون المناظرة المقبلة بعد سنوات عدة وبعد عقود ربما، هل من تاريخ للمناظرة المقبلة؟ لا يمكن أن نتحدث عن تاريخ جديد للمناظرة المقبلة، نتمناها قريبة على الأقل إن شاء الله. أكيد ما دام أن المجتمع المدني اليوم بما يخوله له الدستور من صلاحيات ومن إمكانيات لتقوية العمل المؤسسي ببلادنا، أكيد أن المجتمع المدني اليوم يعي دوره ويعي قلقه وانشغالاته أيضا. نعم تفضل. نلح من هذا المنبر ومن هذه القناة نلح جميع شركائنا، سواء تعلق الأمر في المؤسسة التشريعية أو في الحكومة أو في مختلف الهيئات الإعلامية الوطنية، على ضرورة الإسهام بشكل فاعل ومؤثر في ترجمة توصيات ونتائج هذه المناظرة الوطنية. وقد وفي هذا الإطار وفي إطار الاتفاقية التي وقعنا مع السيد رئيس مجلس النواب ومع السيد وزير الاتصال ومع السيد رئيس الشركة الوطنية إذاعة التلفزيون المغربية، سنعمل إن شاء الله بتكاتف الجهود من الحكومة ومن المجتمع المدني على ترجمة هذه التوصيات إن شاء الله، لننتقل إلى التفكير من جديد في مستقبل الثقافة الوطنية. سيد عبد الرحيم العلام رئيس اتحاد كتاب المغرب، نتمنى لكم التوفيق، شكرا جزيلا لكم على تلبية دعوتنا.